بسم الله الرحمن الرحيم. فبمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ مع كتابنا الذي ندرسه وهو روضة المتنزه، وهذا الكتاب هو شرح لبداية المتفقه، كتاب الطهارة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. فتكلمنا في اللقاء السابق عن نزول المني، وقلنا العبرة في وجوب الاغتسال بوجود البلل، سواء كان المني قد نزل في يقظة أو نزل في منام، في احتلام يعني. حتى رأينا أم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، إن الله لا يستحيي من الحق. وانظر المرأة الفقيهة الزكية كيف بدأت سؤالها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، إذا نزل منها ماء مع الاحتلام فيجب عليها الغسل. فالعبرة، وهذا إجماع حكاه النووي وحكاه أيضا ابن المنذر، بأن من احتلم إذا لم يرى الماء فلا عليه غسل. يعني رأى في منامه أنه يجامع امرأته مثلا، أو رأى في منامه أنه يجامع أي امرأة، وهذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني لما يبلغ يعني. فلو رأى في منامه ما يظن أنه يوجب الغسل بدون إنزال ماء فلا غسل عليه، أما إن أنزل فيجب عليه الغسل.
والمني ينزل بتدفق كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قال العلماء: دافق يعني متدفق، وهذا بخلاف المذي، فالمذي ماء رقيق يخرج من ذكر الإنسان إذا فكر في الشهوة، هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. يغسل الرجل مذاكيره ويتوضأ، أما الذي يوجب الغسل هو نزول المني. هذا في شأن الرجل وفي شأن المرأة، إذا احتلم الرجل ورأى الماء رأى بللا يغتسل، إذا احتلمت المرأة ورأت ماء تغتسل، إذا احتلم ولم يرى ماء لا غسل عليه، إذا احتلمت ولم ترى ماء لا غسل عليها. ثم قال بعد ذلك: التقاء الختانين. وقلت في اللقاء السابق: هذا دليل على أن الأنثى تختتن، وأن في الشرع ختان الأنثى، لا كما فعله هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا ديننا من أجل الغرب، وهؤلاء الذين ينادون بالحرية المزيفة، وهؤلاء الذين ينادون بعدم ختان الإناث لأنهم انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى آخره. فالختان في حق المرأة حققنا المسألة عند الحديث عن ختان الإناث من سنن الفطرة الختان، فتكلمنا عن ختان الذكور على أنه واجب، وعن ختان الإناث على أنه سنة، ويرجع فيها إلى طبيبة مسلمة أمينة ترى البظر من البنت، فإن وجدت أن هذا البظر طويل بأنه يستحق أن يقتطع منه فعلت ذلك، وإن وجدت أنه صغير لا يستحق أن يقطع منه فكان لها ذلك. إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال العلماء: لا يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة في الفرج، والحشفة هي المنطقة العليا من ذكر الرجل، وهي ما تعرف بالرأس، فلو غابت رأس الذكر في فرج الأنثى التقى الختانان، لأن موضع الختان من الذكر في نهاية الذكر، نهاية رأس، نهاية الحشفة، فإذا التقت النهاية هذه مع ختان المرأة وجب الغسل وإن لم يكن إنزال. انتبه لهذه المسألة، يعني إن لم ينزل وأدخل ذكره في فرجها وغيب الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم يكن هناك إنزال. وعندنا حديث الصحيحين: إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها نزل وأجهدها وجب الغسل. والشعاب الأربع هما الرجلان واليدان، وهذا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وتغييب الحشرة هي التي توجب الحد أيضا، أن حد الزنا لا يثبت إلا بتغييب الحشفة. فإذا رأى أربعة من الرجال وكانوا عدولا يعني صالحين، إذا رأوا فرج رجل غابت حشفته في فرج امرأة وشهدوا بذلك وجب الحد على الرجل والمرأة، فإن كان الرجل بكرا جلد 100 وغرب عام، وإن كانت المرأة بكرا جلدت 100 فقط ولا تغريب للمرأة، وإن كان الرجل محصنا يعني سبق له الزواج، مش شرط يكون لسه متزوج عنده زوجة، لا، ما دام سبق له الزواج صار محصنا حتى لو كان مطلق أو أرمل، يعني المهم خرج من صفة البكرية، والبكر الذي لم يسبق له الزواج، فالرجل إن سبق له الزواج وزنى فحده الرجم بالحجارة إلى حتى يموت، والمرأة إن سبق لها الزواج فهي محصنة سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة أو كانت على ذمة رجل آخر، فهي محصنة، فإن زنت وجب عليها الرجم بالحجارة إلى أن تموت. إذا الذي يوجب الحد في الزنا غياب الحشفة في فرج المرأة، والذي يوجب الغسل
بين الزوجين غياب الحشفة في فرج المرأة أو إنزال بدون علاج. يعني افرض واحد بيداعب زوجته وجاءته لذته وأنزل، وهي جاءتها اللذة وأنزلت بدون علاج، بدون إدخال الذكر في المهبة أو في الفرج، هذا يوجب أيضا الغسل، هذا يوجب الغسل. من موجبات الغسل أيضا ذكر المؤلف الحيض والنفاس. لا شك أن الحيض يوجب الغسل، ولكن لا تغتسل المرأة إلا بانقطاعه، فيهب أنها اغتسلت في وسط الدورة، يعني بعد يومين شطفت واغتسلت، هل هذا الغسل غسل الطهارة من هذا الحدث الأكبر؟ ما يعتبر من الأحداث الكبيرة الحيض والنفاس، هذا الغسل يغنيها إذا انقطع الدم عنها وذهبت دورتها، يغنيها عن الاغتسال؟ لا، فلا يصح لها أن تصلي، ولا صح أن يجامعها زوجها إلا بعد الاغتسال من بعد انقطاع الدم. إذا مجرد نزول الدم في الحيض أو النفاس يوجب إيه؟ الغسل، فهو واجب في حقها أن تغتسل، لكن متى تغتسل؟ إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس. وضحت المسألة؟ هذا بخلاف الاستحاضة، لأن الاستحاضة هو دم علة، دم مرض، ليس دم حيض. دم الحيض يعرف برائحته وبلونه، ففي بعض النساء تحيض مثلا 5 أيام وبعد ما ينتهي دم الحيض ينزل عليها دم أحمر كالدم العادي، يستمر معها ربما 5 أيام ربما أسبوعا، فهذا دم استحاضة. فبمجرد رؤية دم الاستحاضة بعد دم الحيض تغتسل وتصلي وتقرأ القرآن ويجامعها زوجها، لأنه يحرم جماع الرجل لزوجته في فترة الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن لو أن المرأة انتهت أيام دورتها حيضها ثم رأت دما فاتحا ليس كدم الحيض وليست له رائحة دم الحيض، فماذا يجب عليها؟ أولا تغتسل من دورتها، وهذه الاستحاضة فقط تغسل مكان الدم عند كل صلاة وتتوضأ وتصلي، لا يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. كذلك في النفاس، بعد انقضاء دم النفاس، بعد انقضاء دم النفاس تغتسل المرأة لتحل أو يحل جماعها على زوجها ولتقرأ القرآن وتصلي وتصوم إلى آخره. ومسألة دم النفاس يعني سنتكلم عنها باستفاضة بعد ذلك، إنما من باب يعني العلم بالشيء، ليست موقوتة بمدة. يعني بعض الناس يحط في دماغه إن النفاس ده مدته 40 يوم، نقول لا، العبرة في النفاس بعد الولادة هو الدم الذي يخرج مع الولادة، العبرة بالنفاس بانقطاعه. ممكن ينقطع دم النفاس بعد أسبوع، بل هناك أمر عجب ويعرفه الأطباء، قد تلد المرأة بدون دم، يعني يوم واحد يوم الولادة فقط ترى الدم وبعد بكرة ما تلقاش دمتان. إذن يجب عليها هنا أن تغتسل وتصلي إلى آخره. وهناك حتى العلماء يقولون في فترة الرضاع، هناك امرأة في مدة رضاعها وهي بترضع لا تأتيها الدورة أبدا، حتى النساء بيقولك بيسموها إيه، أو الأطباء يقولك ده بترضع نظيف، بترضع إيه نظيف، يعني طول فترة ما بترضع، رضعت سنة رضعت سنتين
وده أقصى مدة للرضاع، لا تنزل عليها الدورة، لا حيض لها. وهناك امرأة ومجرد ما ينتهي فترة النفاس وهي بترضع تأتيها الدورة بانتظام، ودي اللي تلقاها ايه تحمل، ممكن بعد شهرين تحمل، بعد 3 شهور تحمل، لأن الفرصة مهيئة عندها للحمل. أما المرأة التي ترضع نظيف طول ما بترضع ما فيش حمل، لأن ما فيش دورة أصلا، ما فيش تبييض، يعني لا تتكون عندها بويضة أساسا، لأن ارتباط الحيض بالبويضة، ودم الحيض ينزل أصلا لطرد البويضات الميتة من الرحم. إذن هذا يعني موجز لما كنا قد تكلمنا فيه في اللقاء السابق، وزدنا عليه مسألة دم الحيض. نكمل إن شاء الله موجبات الغسل. قال: خروج دم النفاس. قال ابن المنذر: وقلت سابقا إن ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو من يحكي الإجماع في المسائل الفقهية، وله كتاب جيد نفيس اسمه الإجماع. الإجماع يعني ما اجتمع عليه العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة مسائل الفقه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. وسوف نتكلم، المصنف يقول: وسوف نتكلم عن الحيض والنفاس بالتفصيل في بابه إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي هذا الباب. قال ابن قدامة، وأيضا ابن قدامة هو من علماء الحنابلة وله كتب متدرجة في المذهب الحنفي، بدأها بالعمدة شرح العدة، أو بالعدة شرح العمدة في الفقه للمبتدئ، ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب أوسع قليلا سماه الكافي، أو سماه، اختصره أكثر العلماء، المقنع. ثم انتقل بعد المقنع، والمقنع ده له شروح واختصارات كثيرة، منها زاد المستقنع الذي شرحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. ثم انتقل بعد ذلك ابن قدامة لكتاب أوسع للمتفقه على المذهب الحنبلي بكتاب سماه الكافي، وهذا الكافي ليس هو الكافي للشيعة الروافض الضالين، كافي في مذهب الحنابلة. ثم انتقل بعد ذلك بكتابه الموسوعة في الفقه، وهو كتاب يعتبر في الفقه المقارن كتابه النفيس المغني. وابن قدامة المقدسي ممن يحكون الإجماع أيضا كابن المنذر. يقول ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. من المسائل التي يجب فيها الغسل إسلام الكافر، كافر أسلم أو مرتد رجع إلى الإسلام، يعني أسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. قال: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا، يعني كافر أصلا لم يدخل الإسلام، أم مرتدا، يعني كان في الإسلام وارتد وخرج منه، وجب عليه الغسل، على الراجح من أقوال أهل العلم عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وصححه في الإرواء، يعني صححه الألباني في إرواء العليل، في إرواء الغليل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة ابن أثال لما أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، يعني إلى بستان، حائط عن بستان بني فلان، فمروه أن يغتسل. والحديث أيضا صحيح. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا، يعني كافرا أصليا، أو مرتدا اغتسل قبل إسلامه، يعني افرض كان مرتد واغتسل غسل ما قبل الإسلام وأسلم، يجب عليه أن يغتسل للإسلام، هذا الغسل لا عبرة له أو لا اعتبار له. أو لم يغتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل، أو لم يوجد،
يعني هو كافر مثلا احتلم ثم أسلم، فنقول هنا وجوب الغسل لاحتلامه أم لدخول الإسلام؟ ها؟ لدخول الإسلام، لأنه هو كافر يحتلم ما يحتلم، ليس واجبا عليه أن أن يغتسل. إذن قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا، يعني كان كافرا أصليا، أو مرتدا ثم أراد أن يعود مرة أخرى إلى الإسلام، أو مرتدا اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، يعني سواء كان هذا المرتد أو الكافر اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، ما دام قد نوى أن يدخل الإسلام وجب عليه الغسل. وجد منه في زمن كفره، يعني قبل إسلامه، ما يوجب الغسل، وما يوجب الغسل كالتقاء الختانين أو كالاحتلام أو نزول المني يعني، أو لم يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونقول إن القول الأول أقوى، وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة أمر للأمة جميعا. انفهم هذه، هذه من ضمن الأمور الأصولية، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة بأمر، فهو أمر للأمة على الراجح في هذه المسألة، ولا يلزم أن يأمر، خاصة في الأمور التعبدية، ولا يلزم أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة بهذا الأمر حتى نقول أنه إيه؟ واجب. لا، ما دام قد أمر واحدا من الأمة فهو أمر للأمة جميعا. هذا كلام ابن عثيمين، كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة أمر للأمة جميعا، إذ لا معنى لتخصيصه به، وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم وجوبه على غيره. وأما عدم النقل، يعني بعض الناس يقول لم ينقل عن الصحابة أن كل واحد منهم عندما أسلم اغتسل، بعضهم يحتج بهذا، فاسمع ماذا بماذا أجاب الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. إيه دي قاعدة مهمة جدا. عدم النقل ليس نقلا للعدم. إيه معنى الكلام ده؟ لغز؟ لا، مش لغز، سهلة جدا. نقول كون الناس لم ينقلوا عن الصحابة جميعا أن كل واحد كان بيسلم يغتسل، هذا ليس معناه نقل لعدم اغتسال الصحابة، ده مجرد عدم وصول الدليل إليك، يعني ممكن أنت لم ترى صحابيا عندما اغتسل عند إسلامه، فعدم رؤيتك ليس معناه أنه لم يغتسل. زي عندنا قاعدة في الأصول تقول: عدم العلم بالدليل ليس كالعلم بعدم الدليل. إيه معنى الكلام ده؟ أضرب لك مثال يسير جدا يفهمك القاعدة دي بسرعة. في حاجة تايهة في البيت، ضيعة، فأنت دورت في أوضة في أوضتين ما لقيتهاش. عدم وجود الشيء أو عدم وصولك إلى الشيء ليس معناه عدم وجود الشيء، إنما ده تقصير منك في الوصول للشيء. فعدم علمك بالدليل ده قصور منك أنت في القراءة وفي العلم وفي طلب العلم، ولا يعني أنك تقول ما فيش دليل على هذه المسألة. نقول لك: هل استقرأت؟ انتبه معي بقى، مهمة جدا، لأن ساعات تجي لواحد من الجهابذة في مسألة يقول لك إيه؟ يقول لك المسألة دي ما عليهاش دليل. كلمة معنى أما يقول لك ما عليهاش دليل، معنى إيه؟ أنه قرأ الكتاب كله والآيات المتعلقة بالأحكام كلها، وقرأ الأحاديث كلها، فلم يجد دليلا على المسألة. نقول له كده أنت استقرأت وأثبتت لنا أن هذه المسألة لا دليل عليها.
أما قرأ كتابين ثلاثة ولم يجد فنقول له هل استقرأت كل كتب العلم فلم تجد دليلا؟ يقول لك لا أنا قرأت الكتاب الفلاني. نقول له بقى عدم علمك بالدليل ليس كعلمك بعدم الدليل. لأن إمتى نقول إنك عالم بعدم وجود الدليل؟ لو استقرأت الكتب كلها ولم تجد دليلا. افهم القاعدة جيدة، وقاعدة مهمة جدا. عدم العلم بالدليل ده تقصير منك أنت، ليس لا يساوي العلم بعدم الدليل، لأن العلم بعدم الدليل معناه أنك استقرأت المسألة من كل كتب العلم ولم تجد دليلا عليها، فقلت المسألة لا دليل عليها. وضحت؟ فهنا كلام ابن عثيمين هو اللي نقلنا لهذه القاعدة الأصولية بقوله عدم النقل عن الصحابة في أن كل صحابي اغتسل عندما أسلم، عدم النقل عنهم ليس نقلا للعدم. لأن إمتى بقى نقول أن هذا النقل للعدم معناه أن إحنا شفنا كل صحابي لما أسلم والأنا دخل الإسلام من غير إيه؟ اغتسال. نقول لا، ده كده الصحابة ما اغتسلوش لما أسلموا، لكن عدم علمك أنت أو عدم نقل بعض الصحابة عن بعض الصحابة أنهم اغتسلوا عند دخول الإسلام فهذا لا يعني أبدا أن الصحابة ما كانوا يغتسلون عند دخولهم الإسلام. قوله بعد ذلك بعد ما انتقل لما يوجب الغسل، قوله شروط صحة الغسل سبعة، ده كلام الشيخ وحيد بالي في بداية المتفقه. نأتي إلى الشرح من الشيخ أيمن موسى على هذا المتن اليسير. قال الإسلام العقل النية، النية التمييز، انقطاع ما يوجبه، الماء الطهور، إزالة ما يمنع وصوله. تكلمنا يعني عن هذه كلها أيضا في شروط الوضوء أو في شروط الصلاة عندما تكلمنا عن الوضوء وشروط صحته، فتكلمنا فيها بما يعني يوجب علينا أن نعيده مرة أخرى. الإسلام طبعا شرط من الشروط في كل عبادة، العقل يعني يسقط به التكليف أو يعني بغيابه يسقط التكليف، النية إنما الأعمال بالنيات، التمييز اختلفوا في التمييز يختلف عن البلوغ، فالمميز حتى لو لم يبلغ وما دام يدرك بعض الأمور فمن الممكن أنه إذا، لكن هنا التمييز في هذه المسألة يعني لا اعتبار لها، بمعنى لأن أصلا يعني الاغتسال بيتعلق دائما بأشياء توجب أو تجب على المكلف، فالتمييز هنا لا اعتبار فيه، إنما التمييز كان في الوضوء لأن الصلاة أصلا يعني بنأمر بها الطفل قبل أن يبلغ، مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا كله قبل إيه؟ قبل البلوغ. انقطاع ما يوجب الغسل يعني انقطاع نزول المني يعني بعد أو انقطاع دم الحيض، هذا ما كان يوجب الغسل، فإذا انقطع وجب الغسل أو كان شرطا لصحة الغسل. إزالة ما يمنع وصوله أي الماء إلى كل عضو، طبعا في الاغتسال سنبين ما هي فرائضه وكيف يكون الاغتسال الصحيح. قوله فرض الغسل واحد وهو تعميم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء ده فرض الغسل. عن ميمونة قالت رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، احنا فرقنا بين الوضوء والوضوء، الوضوء هو عملية الوضوء نفسها من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، دي العملية اسمها ايه؟ وضوء. نقول فلان على وضوء، العين لم ينتقد وضوءه. طب الوضوء بالفتح الوا، الوضوء تاني الوو، الوضوء
للعملية النفسية التعبدية. أما الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، يبقى الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قالت رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. يقول الشيخ وحيد حفظه الله: والمضمضة والاستنشاق فرض الوضوء والغسل، وهو مذهب عطاء ابن أبي رباح وحماد ابن أبي سليمان وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري وإسحاق ابن راهوي وعبد الله ابن المبارك، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. يعني يقول إن هذا من فروض الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. وإحنا تكلمنا عنها وأفضنا فيها في الكلام عن فروض الوضوء أساسا، وبينا الآراء فيها، وترجح فيها أنها من فروض الوضوء، لأن حتى تدخل في مسألة الوجه ويدخل فيه الأنف ويدخل فيه الفم، وتكلمنا فيها يعني باستفاضة يومها. قال قوله: وسنن الغسل سبع. يعني إذن هنا الحكاية اللي بتحكيها ميمونة رضي الله عنها، وهي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل أمامها، حط المية إلى يطهر بها، وأخذ بيمينه على شماله وغسل فرجه مرتين أو ثلاثا، ثم ضرب الأرض، يعني تطهير بدل مثلا أنت بتعملها بالصابون، يعني بتنظف إيدك بالصابون، ثم أخذ من الماء وأفاض، ثم يتمضمض واستنشق كحالة وضوئه، وأخر الرجلين إلى النهاية. ده اسمه بنسميه إيه؟ هذا هو الغسل الكامل. إنما إذا لم يفعل ذلك فالغسل صحيح لو دخل كده تحت الدش وفتح المية وغرق كل جسمه بالمية ودخل صوابعه في أذنيه وتمضمض واستنشق وهو بيغتسل، هل يجزئه هذا؟ يجزئه. إنما هي تنقل كيفية الغسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ بغسل مذاكيره، ثم بعد غسل مذاكيره توضأ كوضوئه للصلاة وأخر الرجلين في الآخر، ثم أفاض بالماء ويبدأ بالميامن وخلل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولما غمر الماء جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أخر عن المكان اللي هو واقف فيه وغسل رجليه، لأن المكان اللي هو واقف فيه كان عبارة عن إيه؟ عن طشت بتاع زمان، فالطشت المية اللي نزل فيه ماء مستعمل، والماء المستعمل في الطهور لا يستعمل مرة أخرى على القول الراجح، مع يعني في مسألة فيها خلاف، فأخر رجليه بعيدا عن هذا الماء المستعمل وأفاض على رجليه، وبذلك يكون قد اغتسل الغسل الواجب من الجنابة كما أخبرت ميمونة. نأتي إلى مسألة وهي سنن الغسل. قال سبع: أن من أراد أن يغتسل على السنة فعليه فعل هذه السنن السبع، وهي إزالة ما لوثه من أذى، اللي هي حديث ميمون أنه غسل مذاكيره، لحديث ميمون وفيه قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، إلى آخر الحديث. وفي رواية: فغسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم. قول الوضوء قبله وترك الرجلين، هذا أيضا من السنن. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. قول الوضوء قبله وترك الرجلين، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وفي رواية ثم تنحف غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أنه يستحب للمغتسل من الجنابة الغسل يعني لرفع الحدث الأكبر أن يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه على الراجح من أقوال أهل العلم. قوله غسل الأعضاء ثلاثا هذه سنة، لو غسلت مرة واحدة تكفي تجزئك ذلك. قالت روى دليلا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل الماء إلى البشرة، يعني لو كانت لك لحية كثيفة تدخل الماء فيها لحد ما تطمئن أن الماء وصل للبشرة، لك شعر وشعر كثيف تدخل يدك في شعرك حتى يصل الماء إلى البشرة. قال حتى عائشة تقول والحديث متفق عليه قالت ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. وجه دلالة أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات. قوله التيامن يعني تبدأ بالميامن. واحد يقول لي طب في حالة الدش وأنا بفتح عليه الدش وأنا في الحمام أبدأ بالميامن إزاي؟ يا أخي بسيطة جدا، أقف باليمين الأول، اغسل الشق الأيمن وبعدين اغسل الشق الأيسر، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول أن يبدأ في الغسل بغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قوله الموالاة يعني من اغسلش عضو واتكلم واحكي وراح اغسل عضو تاني. موالاة يعني توالي في الأعضاء في غسلها أو في حالة الوضوء أو في حالة إيه أو في حالة الغسل. قال فيستحب أن يوالي بين الغسل كما سبق في الأحاديث الماضية كحديث عائشة وميمونة أنه والى بين الغسل وغاية فعله الاستحباب. قوله الدلك يدلك ما يستطيع أن تصل إليه يده، يعني ما يكتفيش بالماء ينزل على جسده فقط إنما يدلك ما يصل إليه يده. طبعا غسل الجنابة هنا بماء طهور، يعني إيه طهور؟ يعني لم يختلط به شيء طاهر، يعني ما ينفعش بماء وصابون تغتسل للجنابة، لا اغتسل بماء سادة ما يطلق عليه اسم الماء المطلق طهور زي اللي بينزل من السماء وزي ماء البحر هذا طهور، خد بالك. يبقى الطهور هو الماء الذي لم يختلط بطاهر، لأن الذي يختلط بطاهر وتغير لونه هذا لا يجزئ في مسألة إيه اغتسال من الجنابة ولا يجزئ في حالة الوضوء، إلا بعض الكلام اللي احنا تكلمنا عليه اختلاط الماء ببعض الطحالب والطين إلى آخر هذه الأشياء، فجوز العلماء هذا الاختلاط لأنه لم يغير من لون أو هذا ما تغلب به البلوى أو تعم به البلوى، فلا يستطيع أن ينفك الماء عن الطحالب أو عن الطين كالماء الجاري في الترع والمصارف الطاهرة. إذن قال هنا قوله الدلك يعني تصل يده إلى كل ما يستطيع أن تصل إليه يده في حالة الاغتسال من الحدث الأكبر. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك. يقصد يعني بيكون ساعات في عرق وعرق دهني يمكن الماء تنزل القطرات وتتفرق بعيد، فالدلك يتأكد المغتسل بأن الماء وصل إلى البشرة على الحقيقة. قوله غسل الرجلين بمكان آخر، طبعا الكلام ده ما يعني نحن في غنى عنه، لانك انت وانت واقف في البانيو بينزل الميه بتنزل الميه اللي انت اغتسلت بها على ايه على الجريلا وبتروح،
يبقى أما تغسل رجلك ما يحتاجش أنك تطلع من البانيو وتشوف مية تانية وتصب على رجلك، وانت في مكانك الدش مفتوح بتغسل رجليك وانت في مكانك، لأن المية بتنزل وتجري على إيه؟ على المصرف. قوله وكما في غسل الرجلين بمكان آخر لحديث ميمونة السابق فيه ثم تنحى فغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث ميمونة أنه ترك غسل رجليه حيث قالت فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. قوله الاغتسال أو الأغسال المستحبة، احنا كده بنتكلم في الغسل الواجب. طب إيه اللي يوجبه؟ نزول المني، التقاء الختانين، نزول دم الحيض والنفاس، دم الحيض أو النفاس، وفي الآخر إسلام إيه؟ الكافر، سواء كان الكافر كافرا أصليا أو كافر مرتد، يعني إنسان أسلم وبعدين ارتد وبعدين عاد الإسلام يجب عليه الغسل. في أغسال بعد كده مستحبة، يعني إن فعلتها تثاب عليها. وما الفرق بين المستحب وبين الواجب؟ الواجب يأثم تاركه ويثاب فاعله، المستحب يثاب فاعله ولا يأثم إيه؟ تاركه. فلو واحد مش عاوز يغتسل غسل المستحب له لا شيء عليه. فيقول هنا الأغسال المستحبة تسعة، وجملة ذلك أنه يستحب للمسلم أن يغتسل تسعة أغسال، هي قوله غسل الجمعة مستحب ليس واجبا. واحد عاوز يتوضى بس، اغتسل امبارح وقال لك أنا جسمي الحمد لله ما بعرقش وكويس وهتوضى بس للجمعة، نقول له لا لازم تغتسل؟ لا ما يغتسلش. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا الوجوب قاله العلماء ليس الوجوب الاصطلاحي المعروف عند العلماء، إنما هو يقول يعني كأنه يقول يعني يستحب لكل من. ما تزعلش عمك يا عم، وسع له مكان وأعاده كده وريح إن شاء الله. إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة. يعني لو في ضيق أخواننا الدور العلوي في رجال، يعني في الدور العلوي الخالص اللي هو فوق طابق النساء في أماكن إن شاء الله اللي حب يجلس فوق. قال أنه يستحب المسلم أن يغتسل تسعة أغسال. قوله غسل الجمعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. استدل بعض أهل العلم على وجوب غسل الجمعة بهذه الأحاديث، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وقد صرف هذه الأحاديث عن الوجوب الحديث الآتي عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هنا بقى الحديث ده هو اللي خرج لنا الأحاديث اللي فاتت من إيه؟ من الوجوب، لأن الأمر أصلا في علم الأصول، علم أصول الفقه يعني، يحمل الأمر على الوجوب ما لم يوجد له صارف أو ما لم يوجد له قرينة تصرفه عن الوجوب. يعني المفروض لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهو إيه؟ واجب. ما لم يوجد فعل للنبي أو قرينة تخرج لنا هذا الوجوب، إن لله وإنا إليه راجعون. وسع للجنازة، وسع للجنازة. ما لم يوجد صارف لهذا الوجوب إلى الاستحباب، زي ما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكلمة لولا أن أشق دي صارف، صرف من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب أو إلى الاستحباب. مثلا النهي يحمل دائما على التحريم أو يقتضي الفساد كما قال علماء الأصول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واقفا، أصبح هنا التبول
واقف حرام. ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبول في صباطة قوم، يعني في حي وفي حتة قوم كده وأعشاب وهو واقف. هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف نهيه، أم أنه أوجد الأمة قرينة على أنه يجوز التبول واقفا ولكن التبول جالسا هو الأفضل؟ إذن عندنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ده يفهم منه إيه؟ الوجوب، لازم تغتسل يوم الجمعة. وغسل الجمعة ما ينفعش قبل فجر الجمعة، لأن قبل فجر الجمعة لم يأتي الجمعة بعد، إنما يوم الجمعة يبدأ بالفجر بدخول الفجر الصادق من يوم الجمعة. فلو واحد كان جامع زوجته في ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل واغتسل قبل الفجر، هل يجزئه هذا الغسل عن غسل الجمعة؟ لا يجزئه، هذا غسل رفع به الجنابة، رفع به الحدث الأكبر. أما غسل الجمعة الذي يثاب عليه هو بعد أذان فجر الجمعة يبدأ، يعني ممكن الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11، إنما قبل الفجر لا يجزئه، من بعد الفجر وانت طالع يجزئه هذا الغسل، وهو غسل الجمعة الذي يثاب عليه، يثاب على فعله. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يفهم منه الوجوب. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا أمر، لا من هنا لا من الأمر، فليغتسل، تجزم الفعل بعدها. العلماء استدلوا بهذين الحديثين على وجوب الغسل يوم الجمعة، غير أن الحديث الذي جاء بعد ذلك هو الحديث الذي أنزل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث من سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. طب ومن اغتسل؟ يعني توضأ يجزئه، يتوضأ ويروح الجمعة بدون اغتسال. طب ومن اغتسل فالغسل أفضل، يبقى الغسل أفضل من إيه؟ من الوضوء. فحتة بقى الأفضلية دي نزلت للأحاديث بتاعة الوجوب إلى الاستحباب. وكذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. من توضأ فأحسن الوضوء، ما فيهوش اغتسال هنا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة، يعني الأسبوع كله وعليهم 3 أيام كمان وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، يعني لو انشغل بأي حاجة في أثناء الخطبة يبقى لغى، يعني ضيع ثواب جمعته. قوله: من غسل ميتا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا أيضا على سبيل إيه؟ الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب. يعني لو المغسل حب يغتسل بها ونعمت، لو المغسل كان على وضوء وحب يجدد وضوءه بها ونعمت، حب يتوضأ، يعني لو لم يتوضأ، إن كان متوضئا لو لم يتوضأ مرة أخرى صلاته صحيحة. والذي حمل الميت لو أراد أن يتوضأ بها ونعمة استحباب، لو لم يتوضأ فصلاته صحيحة لو كان على وضوء. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وصرف الوجوب في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ونقف عند هذا القدر، ونبدأ إن شاء الله في الجلسة القادمة في الثلاثاء عقب صلاة المغرب مع قوله: وللعيدين، يعني من الأغسال المستحبة غسل العيدين إن شاء الله تبارك وتعالى.